يترنحون بين الأسيج كأشباح بلد يتفكك ببطء، يفرون خوفا على حياتهم حفاظا على ما تبقى منها. فهم يهربون من الحرب إلى طي النسيان كباقي اللاجئين في الأردن. الآلاف يدخلون الأردن في حين يحمل كبار السن الأطفال. هذا الرجل يملأه الرعب بما يكفي لجعله يمشي رغم إصابته في صدره، ورغم أن الجيش الأردني يريدنا أن نرى أنهم يفعلون ما في وسعهم، إلا أنهم مغمورون بسيل من اللاجئين، إذ يعبر أكثر من 50,000 لاجئ في الشهر الواحد. هذا الطفل يبلغ من العمر 6 أشهر، وتحتضنه والدته حماية له. أما هذا الرجل فلا يمكنه التحدث بوضوح، ولا يستطيع حتى رفع قدميه بسبب الإصابة. الظلام يغطي السماء السورية، ودوي القصف يسمع قريبا. وفي الجانب الآخر من الحدود هناك ما يقارب 400,000 مشرد سوري، وبعضهم بحاجة ماسة لتوقف القصف. ويظهر أحد الثوار وهو يساعد سيدة على الهروب. لقد مروا برحلة خطيرة أثناء هروبهم ليلا، ونستطيع سماع دوي القصف قريبا هنا، بينما تنتظر هؤلاء اللاجئين محنة أخرى الآن. ورغم أن الوضع آمن هنا، إلا أنها ليست الحياة التي يريدونها، والخوف المسيطر عليهم يمنعهم من الظهور أمام الكاميرا. ومع قدوم الدفء يبدأ نقل اللاجئين في الحافلات إلى المخيمات، وترحيب الأردن لهم استنفدته أعدادهم الهائلة، إلا أنها على كثرتها لا تزال في البداية فقط. هؤلاء الثوار الثلاثة ليسوا غير أطفال، إلا أنهم تركوا عائلاتهم عودة للقتال بعزيمة الرجال. شباب فيه، ولكن عائلات نسبة نزوح كبيرة جدا من جميع محافظة درعا، جميع أنحاء درعا. يعني ما فيش منطقة، يعني عدد السكان بنعدوا بالأكم شخص، بالأكم عيلة فقط. يعني سوريا مهجر، يعني تفوت على البلد مثلا 20-25 ألف نسمة. بينما تتقلص المساحة التي تحتويهم هنا،